احنا في اهم موقع تاريخي في روسيا، انا وهو الميدان الاحمر كراسني بلوشيت. هنا يسكن بوتين، هنا يسكن الحكومة الروسية كاملة متكاملة. طبعا هناخد النهاردة الجولة بتاعتنا ان شاء الله هتكون من موسكو. زي ما بنقول موسكو عاصمة السياحة والجمال، زحمة زحمة كبيرة جدا، ولكن صراحة هي جميلة جميلة جميلة. بس انا قلتها في فيديوهات قبل كده كتير، ان انا عموما ما بحبش موسكو. ليه؟ علشان الزحمة بتاعتها. انا برتاح لسان بيتر، لان سان بيتر الصراحة ما فيهاش الزحمة. هي مدينتين مختلفين جدا. طبعا موسكو اغلى، طبعا دي مش احتفالات رأس السنة، دي طول السنة بتفضل كده. خلاص الفترة الجاية طبعا شتاء ورعد وجليد، ولكن راح هنا الأرض نظيفة جدا 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 جدا. فلازم لازم لازم الشباب اللي جاية تدرس أو تعيش في روسيا إن هي تزور موسكو. هو أنت هتتعبوا شوية فيها الصراحة، هتوهم يعني. إحنا أنا نفسي مش مستوعب الناس اللي تيجي تعيش في مدينة كبيرة. هي فعلا بتتوه يعني، حتى احنا النهارده مثلا المواصلات اللي احنا بناخدها لازم بنكونوا ماشيين بالخريطه علشان نعرف ان احنا نوصل. ولكن انا هلف الكاميرا بس اوريكم نسبه الاعداد اللي موجوده في الشارع. بدي يلا. السلام عليكم. كيف زود؟ عوزة؟ وين فروم؟ بس كده هما؟ وين فروم؟ مصر. 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 يسبي كارابي. أنا أسبي كارابي. I speak English and Russian. Arabic? Arabic, no. Come on, let's say. No. على فكرة هنا نسبة الشحاتين كبيرة جدا برضه زي اللي كانوا موجودين في سان بيتر. فخدوا بالكم، هيقول لك اصورك واخد منك فلوس. هي دي موسكو فعلا، فيها حوارات كبيرة جدا، ولكن الحوارات العرب فيها أكتر. طبعا الشارع اللي ورانا انتوا زي ما انتوا شايفين الناس كتيرة جدا 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 جدا. هنا بالظبط احنا واقفين في السنتر بتاع روسيا، في أهم منطقة وأهم معالم روسيا عموما في موسكو، الميدان الأحمر معروف. والصراحة أنا ما كنتش متوقع إن في نسبة الأعداد ديت موجودة في الشارع. سمعنا إن الأعداد بتاعة الفيروس بتزيد، وفي مش عارف لا قدر الله أموات والحاجات ديت، ولكن الصراحة اللي أنا شايفه مفيش حاجة الصراحة. شايف الناس بتخرج وعايش حياتها، وناس كتيرة جدا مش لابسة ماسكات، فالموضوع هنا بالنسبة لهم يعتبر عادي جدا. وعلى فكرة هنا أنت تقف تصور في شارع، على فكرة مفيش حد ولا بيقول لك أي كلمة أصلا. هي المدينة هنا حلاوتها إن كل واحد مختص بحاله. حتى الشرطه هنا محترمه جدا في التعامل معانا، مش شفناش حاجه منهم وحشه يعني. حتى انت متوقع ان احنا واقفين عند مبنى الرئاسه يا جدعان، واحنا عندنا مش عارف ايه، كنا نزلنا مبنى الرئاسه كانوا ذبحونا اصلا. المكان عظمه الصراحه، فاكره الناس كتيره جدا هنا والاغلبيه فيهم روس. هنا اصلا الرئاسه تحديدا
بالظبط. هنا قصر الرئاسة هو المكان مغلق وشكله سبب الفيروس اللي احنا فيه دوت قافلينه، ولكن انت لك ان تتوقع ان انت تبقى ماشي في مبنى الرئاسة في روسيا. ده تحديدا قصر الرئاسة ورانا. على فكرة اي حد بيقدر يخش هنا او بيتصور عادي وبيتمشى هنا في المكان. هنا مش متشددين ان هم يمنعوا حد يخش عادي خالص، يعني حتى لو انت معاك كاميرا تصوير بتقدر انت تيجي تصور هنا وعادي في اي حتة بتقدر انت تخش، ولكن جوه قصر الرئاسة نفسه حيل ان انت تفكر ان انت تدخل. ليه؟ لان انت طبعا متوقع ان انا دلوقتي واقف قدام قصر الرئاسة، فطبعا ان انت تخش جوه في قصر الرئاسة نفسه بتكون حاجة مستحيلة، لكن هو متوفر لك ان انت ممكن تكون موجود بره وتقدر ان انت تتمشى في المكان زي ده. تمام. ده ورانا الكنيسه بتاعه فاسيلي. طبعا هنا احنا عايزين نخش الحمام، الحمامات هنا بفلوس الصراحه، فاحنا هنا في اللي هو الرجالي وموسكوي وفي اللي هو الجنسي الحريمي. احنا نتكل على الرجالي، السعر عامل 60 روبل. نحط كده بيقول لك احنا دفعنا 60 روبل. نخش بقى الحمام. ده مول كبير جدا، انا مش فاكر اسمه، ولكن هو موجود قدام قصر الرئاسه بالظبط. فاكر الناس هنا ملتزمه بالمسكات. طبعا المول موسكو ده معروف ان انا رهيبه جدا، هو غالي جدا. احنا لقينا جزمه هنا عامله 12000 جنيه مصري، هو تقريبا 800 دولار. فاحنا الصراحه هنا اتصدمنا، احنا بنفرطك يا جماعه هنا الصراحه، احنا مش هنشتري حاجه. بالنسبه للمحلات العاديه ممكن تكون خارج الاسعار ارخص، ولكن المحلات او المول اللي احنا فيه دوت غالي جدا، فانا ما بنصحش حد ان هو يجي يشتري منهم، هو يكفي ان هو يجي يتفسح فيه فقط. احنا دلوقتي قررنا ان احنا نشرب قهوه. هو احنا لقينا كافيه في المكان اللي احنا قاعدين فيه دوت. القهوه هنا لقيناها عامله 150 روبل، يعني 150 روبل بالنسبه لقهوه مش غاليه خالص الصراحه. المكان زي دوت كمان تحديدا مش غاليه، المكان عظمه الصراحه، موسكو جميله جدا. العظمه لله طبعا والكمال لله، ولكن في حاجه فعلا الاسعار اللي انا شايفها في موسكو، لما شخص بيقول ان انا باخد 1000 دولار في موسكو او 1200 دولار في موسكو، دول يعتبروا شويه جدا بالنسبه لموسكو، لان حرفيا الاسعار هنا غاليه. يعني احنا النهارده عشان نركب المترو فقط التيكت بتاعه عامل 60 روبل، اللي هو يعني بمعادل 1 دولار او اقل من 1 دولار شويه. هنا كل حاجه بفلوس. هنا لو فكرت انت مثلا تخش في كافيه ما انصحكش، لان انا شايف ان الاسعار هنا غاليه جدا، وشايف ان في كميه ناس كبيره جدا. المهم ده كان فيديو كنت نفسي ان انا اعمله كامل مكمل من الكراسنا بلوشد، ولكن للاسف ان ما عرفناش ندخل جوه بسبب ان هو مقفول. فان شاء الله متعوده في فيديوهات جايه. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.